نشوف فيديو تاني. يلا فيديو. يلا اديني فيديوهات. طيخ حنا المطانيخ. طخ طيخ حنا المطانيخ. طخ وطيخ وحنا المطانيخ. يلا تجربة البرامج لما يكون لها تترات شبه فوازيرية. أيوة حلوة. من أمتع التجارب اللي أنا قمت بيها بجد في حياتي. كانت أول تجربة على هذا السياق الفوازيري نوعا ما. بالظبط. بس يعني بصي كان البرنامج هوا كل يوم وكان في ناس بتكسب فكنت ببقى مبسوطة قوي. ما بيكسبوا بقى عربيات وحاجات فكانت الناس بتبقى مبسوطة فأنا كنت مبسوطة لانبساطهم. بلس إن كنت مبسوطه ان انا كنت مع هشام، وهشام بجد من اجمل الناس اللي فعلا الواحد يشتغل معاهم وقلبه فله. فكانت تجربه جميله 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 بكل ما تحمله الكلمه من معنى بجد. ايوه انا عارفه انه برنامج مسابقات، بس هو التترات حقت البرنامج كانت نوعا ما فوزيريه، وهذا الشيء الحلو في الموضوع.